السلام عليكم يا عبد الرحمن. عبد الرحمن السلام عليكم. وعليكم السلام يا مرحبا، حيا الله. هلا دحوم، كيف حالك؟ هلا والله. ايش اخبارك حبيبي؟ حيا الله وليد، يا مرحبا. ليش بديت بهاني يا حبيبي؟ حيا الله وليد مرحبا. لا لانه هو اللي قال، وانت هاني حبيبي تقول معنا منيره. شوف شوف. انا هاني حبيبي منيرة. وليد مرحبا. والله ما ادري عبد الرحمن قاعد يضغطك. والله اقسم بالله ترى شكلي بعطيك الدرجات انا يا هاني. والله شكلي بعطيك الدرجات. توكل على الله، والله ما انت خسران شيء، تكسب اجر. الله الله المستعان، الله المستعان. عبد الرحمن عبد الرحمن هلا وليد. النتيجه كم؟ النتيجه كم؟ انت شعلت النتيجه كم؟ والله شوف ما بسالك، بس انا عارف انه دائما ابو علي يعني يغلبك، فاهم؟ اسمع يا عبد الرحمن، وليد وليد متقدم علي بثلاث حلقات. لا 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 دقيقه، لا تجيبها بالطريقه دي. تمام، يعني انا فزت في حلقه، وليد فاز ثلاث حلقات. طيب النتيجه حلوين حلوين حلوين. النتيجه الان 5-2. مالك من نتيجه اليوم؟ النتيجه اليوم حلوه صراحه، اهم شيء ابو جبل. طيب انا ما عندي مشكله، انا ابغاكم كذا كل واحد فيكم يقدم لي عرض، وان شاء الله ان شاء الله. شوف طيب. انا عندي عرض لك راقي. ايوه عرض راقي. ايش انا مقدم لك؟ ما يعرفه ما يعرفه الجمهور. والله شوف يا عبد الرحمن، انت اكبر من كل العروض. حلو. انا احتار يعني ايش اقدم لك من عرض، لكن انا اعطيك مساحه في قلبي. الله المستعان. انا ماني مقدم لك عرض، عشان انا حاسس انك حتختار هاني، فما تقعد تعلم علي. اقدم لك عرض تختار هاني؟ ماني مقدم لك عرض. تبي تختار اللون الاحمر؟ حياك الله، تنورنا يا حبيبي. والله والله وليد انت حقار، قال لك بختار هاني كذا على طول. شوف ما بختاره، يمكن ايش دراك. شفت بالله، شفت يا الدحمي، ما ادري ليش، ما ادري ليش يضغطك يوترك، حتى ما رحب فيك ولا اي شيء. قلت لك انا هلا دحوم هلا. بالله ايش رايك؟ اقسم بالله انت مضبطني يا هاني على اخر، شكلي بضبطك مره يا حبيبي. يا حبيبي يا الدحمي يعني حتختار اي لون؟ تبغى الاحمر ولا الازرق؟ هاني ولا وليد؟ طيب دحين انتوا خلونا ناخذ الاسئله وناخذ العلوم ونقول. هو اذا اخترت، اذا اخترت يا عبد الرحمن حيجيك السؤال، واذا ما اخترت لا حيجيك شيء. حتجنننا يا عبد الرحمن. والله الصراحه ماني، انا محتار والله الصراحه. اللون الاحمر يا عبد الرحمن. شوف يا عبد الرحمن، الحلقه اللي فاتت عبد الوهاب اختار وليد ونكبني. حلو. ايه بس اعطيك معلومه يعني يا عبد الرحمن، يعني اختار اللون. اختارك وانكب وليد. هو اصلا من نكب دحين، انا مغلوب، ما راح ينكب لانه فرق ثلاثه دخيله، لانه راح يصير الفرق شو اسمه اثنين، راح يصير انا اذا فزت انا في الحلقه هذه راح يصير اثنين اربعه، سيارتك مش مقربعه. يا اخي والله انتم مره مساكين يا اخي، مره مره مساكين، تحزنوا والله. الله يا شيخ. احمر ولا ازرق؟ انا بسال اي واحد قدامي. تمام. مين اللي جنبك؟ بسال اي واحد قدامي. تمام. بقول له احمر ولا ازرق، وهو اللي بيختار احمر ولا ازرق. قول له، قول لون ازرق. قال ازرق. ازرق. مين اللي جنبك؟ أنا بالله من اللي جنبك؟ الازرق. واحد ما حد يعرفه في الشارع. في الشارع؟ حلو. اي والله في الشارع. الازرق الازرق مولعها اليوم. ماشي ماشي. طيب ازرق. ها مين الازرق؟ طيب انا الازرق يا عبد الرحمن. كفو، يلا تستاهل يا هاني. كفو؟ يلا اسمع اسمع السؤال عبد الرحمن. إذا جاوبت السؤال آخذ نقطتين. حلو. طيب؟ وإذا ما جاوبت؟ يعني سفتيين، إذا ما جاوبت راحت علي. يلا إن شاء الله تروح عليك. يلا، الوقت 30 ثانية يا عبد الرحمن. يلا إن شاء الله تروح عليك يا بعد. لا ما في مخاطرة، انتهت. لا يلا يلا. مخاطرة مرتين، إيش كل شوي مخاطرة على كيف؟ لا لا لا. يا أخي أنا محتاج الوقت، والله أنا محتاج الوقت. يلا عبد الرحمن. هلا. يقول لك سمي بهذا الاسم لأنه يجري عكس اتجاه الأنهار بنفس المنطقة، هل هو نهر نهر الأفعى ولا نهر الدانوب ولا نهر العاصي؟ الله أكبر. شكله عاصي، هو من اسمه قال العاصي. أحسنت عبد الرحمن، شكرا عبد الرحمن. لا عاد تدق عبد الرحمن. كل يوم عبد الرحمن نحتفل، ما في يعطيك العافية. تمام. ما في ما في ما في ما في حد لحلمنا. يا ولول. ضد اثنين. 7-2 7-2. النتيجة هذه أول مرة تحدث في البرنامج. ما حفقد الأمل حتى آخر تليفون بإذن الله تعالى. من اللي